بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الموضوع تعرفنا على تطبيق خاص بالحماية الأبوية أو الوقاية الأبوية، وهذا تطبيق خاص بمراقبة الأطفال على الهاتف الأندرويد. يمكنك تثبيت هذا التطبيق الذي اسمه جوجل فامي لينك واستخدامه مراقبة الأطفال الصغار في تصفح أو منعهم من تثبيت بعض التطبيقات. وبالنسبة إليهم اليوم سوف أو في هذا الشرح سوف نتعرف على تطبيق أو تطبيقات قفل التطبيقات، أي يمكننا إغلاق الهاتف لحماية الخصوصية الخاصة بنا بقفل التطبيقات. لدينا بعض التطبيقات التي وضعتها في هذا الموضوع. لقد قمت بتثبيت تطبيق النورتون وغيره أو تطبيق ثاني كي نقوم بتجربتهم. أولا وقبل كل شيء نذهب إلى جوجل بلاي، نبحث على تطبيق النورتون. بعد تثبيته نضغط يفتح لدينا تطبيق النورتون. يطلبنا الموافقة على السياسة والخصوصية، نضغط موافق على السياسة والخصوصية. بعد الموافقة يطلب منا السماع، نسمع، نعود. بعد العودة نضغط على إعداد، كذلك خدمة نضغط السماع، موافق. بعد الموافقة يطلب منا وضع الرمز. أنا سوف أضع أرقام، مثلا أختار 4 أرقام وهي 1 1 1 1 4 1. تم الآن إعداد كلمة السر الخاصة بنا. أغلق. أعيد فتح التطبيق. نختار الحساب الخاص بنا، نختار الحساب البريد الخاص بنا. بعد اختيار الحساب البريد الخاص بنا نضغط متابعة، اختيار الحساب ثم متابعة. بعد المتابعة نضغط على أيقونة القفل. نجد أن كل التطبيقات متواجدة أو تم إحصائها من قبل هذا التطبيق الخاص بقفل التطبيقات. يمكن الآن استخدام يمكننا الآن استخدام هذا التطبيق في قفل التطبيقات. مثلا أردنا قفل أو إغلاق متجر جوجل بلاي، نضغط على العلامة من هنا على اليسار، علامة القفل، نضغط عليها. حينما يصبح أو تصبح هذه العلامة أو الأيقونة خضراء، قد أصبح التطبيق مغلق. نضغط أو نشاهد هل التطبيق تم إغلاقه. نعم، تم إغلاق التطبيق من قبل تطبيق النورتون. يمكننا فتح التطبيق بإدخال كلمة السر الخاصة بالتطبيق. كذلك لدينا تطبيق الثاني، وقد أو سوف تجده في المواضيع التي طرحتها. تقوم بالذهاب إلى جوجل بلاي وتقوم بتثبيت التطبيق. بعد تثبيت التطبيق يمكنك فتح التطبيق. نقوم بفتح التطبيق. يطلب منا إعداد أو ضبط كلمة السر الخاصة به. نختار كلمة السر أرقام من 1 إلى 6، 4 5 6. التالي نعيد ضبط أو نعيد نكرر الأرقام التي اخترناها. تم ضبط. الآن نذهب إلى السماع، نختار كلمة السر الخاصة بتطبيق النورتون الذي أراد أو الذي قام بقفل
بعد أن يفتح لدينا هذا كذلك نعطيه الصلاحية، بعد ما نعطيه الصلاحية نعيد فتح التطبيق، يطلب من الدخول، نضع 6 أرقام التي قمنا بوضعها ككلمة سر، نضغط هنا، نجد أن التطبيقات التي وضعت عليها علامة صح هي التطبيقات المغلقة مثل جوجل مع الصور، جهاز الاتصال، الفيسبوك وغيرها من التطبيقات الأخرى، متجر جوجل، اليوتيوب. نضغط جيد ثم نعيد كتابة كلمة السر الخاصة بالتطبيق، نجد أن هذا التطبيق فتح لدينا جوجل بلاي، نغلق جوجل بلاي، نعيد فتح، يطلب منا كلمة السر الخاصة بالتطبيق، فتح لدينا التطبيق أو جوجل بلاي، نريد فتح اليوتيوب، لا يمكن فتح اليوتيوب لأنه يطلب كلمة السر الخاصة بفتح اليوتيوب. لا يمكن استخدام اليوتيوب إلا إذا فتحنا كلمة السر الخاصة باليوتيوب. الآن أصبح لدينا تطبيق اليوتيوب مفتوح. يمكن استخدام هذه التطبيقات في حماية الأطفال من استخدام اليوتيوب أو استخدام الفيسبوك أو استخدام كل التطبيقات التي لا تريد استخدامها مثل التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي وغيرها من التطبيقات الأخرى. أو يمكنك تحديد التطبيقات التي يمكن استخدامها، يمكن للطفل استخدامها أو غيره، يمكن للطفل استخدامها وحظر بعض التطبيقات الأخرى. تختار أنت التطبيقات التي تناسبك أو التطبيق الذي يناسبك، وقم بتثبيت ما تريده من التطبيقات هذه التي وضعتها في الموضوع. كذلك سوف أشرح طريقة حجب المواقع الغير أخلاقية وكيف تقوم بالتوقيت أو حظر أي هاتف أو أي كمبيوتر من خلال المودم أو الراوتر، من خلال المودم. وقد تعرفنا عن طريقة وقد تعرفنا الآن عن طريق تثبيت النورتون الخاص بطفل التطبيقات، و وكذلك الأبس لوك، وكذلك لطفل التطبيقات، وهو جميل جدا كونه يقفل التطبيقات كلها منها تطبيق اليوتيوب. سوف أتوجه الآن أريك طريقة حظر المواقع الغير أخلاقية وكيفية حظر أي جهاز هاتف للدخول إلى الإنترنت أو إعطائه توقيت. بعد الانتهاء من التعريف على التطبيقات الخاصة بقفل التطبيقات أو تأمين التطبيقات كي لا تفتح، يمكنك استخدام هذه التطبيقات في كما قلت في الشرح حول أو طريقة استخدام التطبيقات، حفاظ على خصوصياتك كي لا يطلع الأشخاص على ما يوجد عندك، أو استخدامها كذلك في حماية الأطفال من بعض المواقع أو من المواقع الاجتماعية أو بعض التطبيقات التي ربما تسيء إلى ابنك، خاصة بعض المشاهد في اليوتيوب. يجب دائما الانتباه للأطفال من دون سن 13. ثم يمكن استخدام تلك التطبيقات في الحفاظ على هاتف ابنك من السرقة أو غيره، من بعض الأشياء الغير أخلاقية والأشياء الغير لائقة بالنسبة لمجتمعنا حول
بالنسبة إلى مجتمعنا مجتمع مسلم. بعد الآن سوف نتعرف على طريقة حضر المواقع من خلال الموديم، بعد فتح الموديم نكتب الرابط التالي وهو عبارة عن أرقام من 192.168.1.1. بعد فتح نذهب إلى Advanced، إن كان لديك الديلينك نذهب إلى Advanced ثم إلى Control أو Parent Control، سوف تجد بلوك زيت يمكنك الضغط على هذا وقيام القيام بحظر أي موقع تريد أو التوقيت لهذا الحظر. لذلك يوجد حظر عن طريق الماك أدريس، يمكنك كذلك حظر أي من الماك أدريس الخاصة بالهاتف أو الكمبيوتر أو نعم الكمبيوتر أو هذا الهاتف اللوحي الخاص بابنك أو بنتك كي لا يتجاوز الوقت المحدد له في النوم أو في الدراسة أو يكون عندها امتحانات. المهم هذه الطريقة هي كذلك فعالة في إيقاف الإنترنت عن الأبناء وحثهم على النوم أو على الدراسة. يوجد لدينا كذلك حظر المواقع الغير أخلاقية، نذهب إلى هذا الموقع وهو نورتون، ننسخ هذه أو الآي بي الخاص بالنور، نختار أولا بعد دخول إلى الرابط سوف تجد الرابط في الشرح أو أسفل الموضوع الذي قمت بشرحه حول التطبيقات أو حول التطبيقات القفل التطبيقات أو الحماية. بعد ذلك تختار بي ثم تنسخ الرابط الأول أو تنسخ الآي بي الأول ثم تذهب إلى أدونس كما هو موضح، بعد ذلك إلى دي إن سي أو الدي إن سي، تختار العلامة الثانية تضع الآي بي الأول ثم تذهب وتنسخ الآي بي الثاني وتقوم بنسخه ثم أبليكي، سوف يقوم إن شاء الله بإذن الله حظر كل المواقع الغير أخلاقية حفاظا على تربية الأبناء وحفاظا على الأطفال من المواقع الغير أخلاقية بالنسبة للعائلة. أقول لكم شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.